يمثل مغني الراب جاي زي أمام القضاء الأمريكي بتهمة سرقة لحن أغنية خسارة للموسيقار الراحل بليغ حمدي والتي أداها الفنان الراحل عبد الحليم حافظ في خمسينيات القرن الماضي. عند سماعك موسيقى الأغنية للحظة الأولى يتخيل لك أنك تستمع لأغنية العندليب الراحل عبد الحليم حافظ خسارة خسارة من فيلم فتى أحلامي الذي طرح عام 1957. خسارة خسارة. الحقيقة هذا المقطع من أغنية لمطرب الراب الأمريكي جاي زي، إذ يستمر لحن الموسيقار المصري بليغ حمدي طوال أغنية الراب لمدة 5 دقائق. منتج الأغنية الأمريكي قال إنه وقع على هذا المقطع عند استماعه إلى أسطوانة مجهولة المصدر، وأنه كان يعتقد أنها ملكية عامة. بعدها حاولت الأوساط المقربة من جاي زي تطويق هذا الجدل عبر دفع مبلغ 100,000 دولار للشركة صاحبة حقوق توزيع فيلم عبد الحليم، وتم تقاسم هذا المبلغ مع ورثة بليغ حمدي. غير أن أحد أقارب الموسيقار الراحل قرر مقاضاة مغني الراب والمنتج الموسيقي للأغنية، معتبراً أن التسوية السابقة لا قيمة لها بنظر القانون المصري، وأن أغنية جاي زي شوهت معاني الموسيقى الأصلية وأعطت انطباعاً سلبياً عنها. ومن المقرر أن تعقد المحكمة أول جلساتها في 13 من شهر أكتوبر، وتأتي هذه الجلسة بعد معارك قضائية طويلة استمرت لسنين.